مرحبا، أنا ديانا وداد من فلسطين، مقصرة من السلام. شاركت في مؤتمر، أنا مشاركة هسه في مؤتمر ثامن قطر. سجلت له عن طريق موقع في الإنترنت، عن طريق صفحة سلام في الفيسبوك. وأنا اليوم في قطر، قبلت في المقابلة. تجربة حلوة كثير، بنصح الكل فيها يخوضها. تجربة مميزة، ممكن نتعرف فيها على ناس من كل دول العالم، نشارك ناس، نشوفها ناس من نفس الجنسية عايشين في بلاد ثانية. بنصح كل حدا يخوض هاي التجربة، تجربة مميزة بتساعد على تقوية الشخصية وتعزيزها.